ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قريبا منه يقول: إذا كان هناك شخص مؤذن وأردت أن أشتكي عليه إلى بعض رفاقه بما يصنع لي، فهل يقول إذا كان هناك شخص مؤذن وأردت أن أشتكيه إلى بعض رفاقه فهل يعد ذكره وذكر ما يفعل من الغيبة؟ لا، هذا مثل ما ذكرنا، شكاية إذا ذكرته عند من يمنعه من الأذى فهذا مطالبة بحقك، لا بأس. نعم.